احنا نشكر الرابطة على هذا المؤتمر الجميل. بالنسبة للعدد اللاعبين وتقليص عدد اللاعبين، أنا مع 25، أن يكون تقليص العدد أكيد بيفيد الكرة أو الأندية بشكل عام تماما. لعيب الأجانب أيضا وتقليل أو زيادة اللاعبين الأجانب بكواليتي، أنا أعتقد هذا أيضا بيكون مثري وبيفيد اللعيبة المواطنين بشكل كبير جدا. لكن أنا مع المقيمين شوي، مش مع 3 أن يكون مقيمين، يكون العدد أقل. أنا مع 5+1 مقيم فقط، والموسم الجاي ممكن يكون دراسة لهذا الموضوع ويشوفون مدى استفادة هذا المقيم. لأن إحنا نلاحظ الحين في بعض الأندية تجيب مقيمين وفي نفس الوقت إذا هو أنت تجيب مقيم لأنك محتاج له، كيف تجيب مقيم وأنت محتاج له وفي نفس الوقت تعير الأندية الثانية؟ هاي مصيبة كبيرة جدا. فإن شاء الله أن نطلع خلاصة من هذا المؤتمر تفيد كرة الإمارات، لأن احنا همنا حاليا الكبير جدا كيف نقوي دورينا، كيف نقوي أنديتنا، وكيف من خلالها كيف نقوي منتخبنا على أساس يصارع على آسيا، وبإذن الله أن نتحقق كل يمكن الطموحات وكل التطويرات هذه للوصول إلى كأس العالم. لأن فعلا وصول كأس العالم يعني شيء لا يمكن وصفه إلا إذا أنت كنت موجود في هذا الحدث. نحن الحمد لله وصلنا وكنا في هذا الحدث، فشعرنا بقيمة اللاعب في كأس العالم. أتمنى إن شاء الله أن كل الأمور تسير بالشكل الصحيح لتطوير كرة الإمارات. تحت الأجانب أنا أنك تفتح الأجانب مع كل شيء خلاص، يعني ما يكون محدد حارس مرمى وغير حارس مرمى، واللاعب الإماراتي السوبر بيفرض نفسه إذا كان حارس، إذا كان مهاجم، إذا كان مدافع، إذا كان لاعب وسط. دائما اللاعب المميز، وأعطيك مثل بسيط جدا، علي مبخوت لاعب مواطن لكن فرض نفسه على نادي الجزيرة أنه يكون لاعب المهاجم، وانت تعرف كل الأندية دائما تدور على اللاعب المهاجم، لكن علي مبخوت نظرا لتميزه غلب كل اللاعب الأجانب وموجود كلاعب مواطن موجود في هذه الخانة. يعني كان ممكن نادي الجزيرة يجيب مهاجم، لكن نظرا لوجود علي مبخوت وتميزه خلى نادي الجزيرة يشوف لعيبة أجانب في مراكز أخرى.